موضوع مهم جدا وكان شاغل العالم كله والساحة الكروية بصفة خاصة اليومين ثلاثة اللي فاتوا، إعلان ملف المغرب وأسبانيا والبرتغال فائزا بتنظيم كأس العالم 2030، لأن هو كان الملف الأوحد المقدم لاستضافة هذه البطولة. النسخة دي هتكون استثنائية لاعتبارات كتير. مبدئيا كده هي ستقام في 6 دول وثلاث قارات، وهنشرح لحضراتكم إزاي وليه. الست دول اللي هم المغرب واسبانيا والبرتغال والارجنتين واوروغواي وباراغواي. البطوله هتتلعب كالتالي: اول 3 ماتشات منها هيقاموا في قاره امريكا الجنوبيه احتفالا بمئويه البطوله اللي اقيمت للمره الاولى او اول نسخه منها سنه 1930 في اوروغواي، ثم تعود لقارتي افريقيا واوروبا لاستكمال المسابقه. الموضوع ممكن يبقى فيه شيء من اللخبطه، فتعالوا نعرف المزيد من التفاصيل حول هذه النسخه الاستثنائيه من خلال الناقد الرياضي اللي منورنا على التليفون، الاستاذ محمد مصطفى. استاذ محمد، صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الفل يا استاذ كريم، صباح الفل على كل مشاهدينا. مبدئيا كده راي حضرتك ايه في عوده كاس العالم للقاره الافريقيه من جديد بفوز المغرب بتنظيم هذه البطوله، وبشكل عام هل نقدر نقول ان نظره العالم للدول العربيه فيما يتعلق بقدرتها على حسن تنظيم واستضافه كبريات البطولات العالميه اتغيرت بعد ما قطر استضافت يعني بشكل ناجح جدا النسخه الاخيره من المونديال؟ يعني خلينا نبدا بالجزئيه الاولى، وهي القاره الافريقيه هو الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا انتهج نهج منذ سنوات انه الكاس العالم بيلف على القارات كلها. يعني بدانا 2002 في كوريا واليابان، رحنا 2006 اوروبا في المانيا، 2010 جينا افريقيا جنوب افريقيا، وبعد كده رحنا امريكا الجنوبيه 2014 عن طريق البرازيل، بعد كده طلعنا اوروبا روسيا، وبعد كده 2022 رحنا اسيا قطر، وبعد كده رحنا امريكا مره ثانيه 2026. ففي نهج، وهو ان كاس العالم بيلف على القارات كلها، حتى ان كاس العالم 2034 تم اسناده برضه لدوله اسيويه، والسعوديه طبعا من الدول اللي هتترشح وفقا للتقارير على استضافه كاس العالم. اما بالنسبه للجزئيه الثانيه وهي استضافه قطر ل 2022، ادى الدفعه والثقه للفيفا انه الدول العربيه قادره على التنظيم جدا، لانه كاس العالم قطر 2022 هي النسخة الأفضل في التاريخ لكأس العالم، النسخة الأفضل تنظيمية، النسخة الأفضل بعيدة عن الشغب، النسخة الأفضل في الخروج من كل التحديات الصعبة اللي واجهتها قطر عشان تستضيف كأس العالم، وربما يجد البعض كأس العالم 2022 من أفضل النسخ كروياً، ودي نختلف فيها بقى. يعني عادي بعض بيشوف 98، بعض يشوف 94، بعض يشوف 2006، ففي النهايه كلها اختلافات في الاراء الكرويه، دي لا يفسد للود قضيه. وعايز اقول لحضرتك على حاجه برضو، ان المغرب استضافت كاس العالم للانديه اكثر من مره، وعندها يعني عندها ثقل كبير جدا لدى الاتحاد الدولي، هتستضيف كمان كاس الامم الافريقيه. المغرب استضافت اكثر من مره كاس العالم للانديه، والتنظيم الحقيقه كان رائع في المرات اللي استضافتها فيها، فهي عندها بنيه تحتيه وعندها ملاعب مميزه، ومحاولات استضافه كاس العالم هي محاولات قديمه. يعني المغرب بتفكر من اخر التسعينات واوائل الالفينات، وكانت النسخه الاقرب لان هي تستضيف كاس العالم كانت 2010 في جنوب افريقيا، ولكن فازت وقتها جنوب افريقيا بحق التصويت بفارق صوتين عن يعني جنوب افريقيا اللي فازت بفارق صوتين عن المغرب، وقتها جنوب افريقيا هي اللي استضافت المره الاولى في التاريخ. دي المره الثانيه في التاريخ دوله افريقيه تستضيف بعد جنوب افريقيا وهي المغرب، والمره الثانيه في التاريخ دوله عربيه تستضيف كاس العالم بعد قطر وهي المغرب. طيب خليني اسال حضرتك برضو يا استاذ محمد، وسؤالي هيبقى عام شويه، هل نقدر نقول مثلا مع الكلام اللي سمعناه مؤخرا ان السعوديه بتستعد او بتطمح كمان ان هي تستضيف نسخه 2034، ومع اللي بنشوفه في الطفره والتطور مؤخرا تحديدا في بعض الدول العربيه اللي كانت بعيده جدا عن هذا المستوى والصفقات وغيره، فنقدر نقول ان تدخل راس المال اصبح هو الاساس دلوقتي في فكره استضافه البطولات العالميه واظهارها بالشكل البروفيشنال او الاحترافي اللي احنا بنشوفه، واللي كمان خلينا نقول يمكن كان أفضل في الظهور من دول أخرى أوروبية اعتادت على مثل هذه البطولات؟ طبعا يعني رأس المال النهاردة أصلا العربي هو دخل في أوروبا نفسها عن طريق شراء الأندية قبل كده في باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وغيرهم، وأحدث طفرة كبيرة كمان
لدى كثير من الانديه اللي بدات تظهر على السطح بعد تدخل الاستثمار العربي. فبالتالي المانع بقى ان الدول العربيه نفسها تستضيف، المانع الدول العربيه نفسها يكون لها ثقل كبير دولي وتقدر ان هي تستضيف البطولات، طالما انه خلاص النهارده السعوديه عندها دوري قوي بينافس من الاقوى عالميا، يجتذب نجوم عالميين زي رونالدو وبنزيما وكانتي وفابينو وفابينيو ومحرز وغيرهم من النجوم. استضافت كاس العالم في قطر، استضافت كاس العالم الانديه في المغرب والامارات، فخلاص في نجوم دلوقتي والدول العربيه بقت جاذبه لكره القدم بفضل الاستثمارات الكبيره اللي بتضخ فيها، ونجاح قطر ساعد كبير جدا على ان الدول العربيه تبدا تخش بثقل اكثر خلال الفتره الجايه. السعوديه طبعا وفقا لخطه 2030 اللي شغالين عليها والاستثمارات الكبيره اللي بتضخ والتحول الكبير اللي بيحصل لديها ثقافيا وفي البنى التحتيه، فكل ده اكيد بيدي ثقل كبير جدا للسعوديه. السعوديه كانت بتفكر في الاول وفقا للتقارير ان هي تخش كاس العالم 2030 قصاد الملف الاسباني المغربي البرتغالي، ولكن بعد كده السعوديه سحبت نفسها من الملف ده وبدات تركز على ملف 2034، خاصه ان الفيفا ذكرت ان 2034 هتستضيف دوله اسيويه، فاكيد ان السعوديه هتدي لنفسها براح اكثر من الوقت للتجهيز لنسخه قويه جدا لكاس العالم. النسخه اللي جايه من كاس العالم هتبقى نسخ مختلفه واعتقد هيبقى متوقع كمان ان هي فعلا لو تم هتظهر بمشهد يمكن اكثر من رائع كمان. بس ده هياخدني برضو للشق الثاني من سؤالي، هل ده معناه ان الدول العربيه الاخرى اللي عندها باع وتاريخ كبير في كره القدم، ربما هنا انا هتحدث برضو عن مصر، ولكن ليس لديها من الامكانيات زي السعوديه وزي قطر وغيره، هل انا اقدر هنا اشوف او اتوقع ان استضافتهم لبطوله كبيره زي كاس العالم على سبيل المثال حلم حتى هذه اللحظه لسه بعيد يعني عن تحقيقه لاسباب كثيره، نقدر نقول اولها الاسباب او القدره الماديه؟ طبعا، لانه يعني حتى النهج اللي خدته الفيفا ان هي تستضيف كاس العالم في اكثر من دوله، لكن النهج بسبب الضغط المادي الكبير اللي بتتكلفه الدول، فلا خلاص احنا نوزع التكلفه دي على اكثر من دولة علشان يكونوا على أتم استعداد وما يتكلفوش كتير عشان يحضروا نفسهم لكأس العالم والأرباح تتوزع على أكثر من دولة. بالنسبة لمصر احنا في توجه وفي رؤية شوية لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن، ولكن الوزير الرياضي راشد معناها أكثر من مرة، وهي رغبتنا في استضافة الأولمبياد النهارده مع القرية الأولمبية والمدينة الأولمبية اللي بنعملها في العاصمة الإدارية، هتكون واجهة كويسة جدا تقدر إن هي تستضيف الاولمبياد. طبعا احنا عارفين الاولمبياد بتقام في مدن، يعني استاد نيس، بكين، ريو دي جانيرو، انما كاس العالم بيقام في دول. فهنا ممكن تكون فكره المدينه اللي تستضيف الاولمبياد دي ممكن تسهل علينا شويه الدنيا مع المدينه الاولمبيه اللي احنا شغالين عليها، فدي تبقى تستضيف الاولمبياد، ممكن تكون يعني اخف وطأة شويه من النواحي الماديه عن كاس العالم. اظن ان مصر يعني هي رؤيتي دلوقتي حاليا هي الاولمبياد، رؤيه السعوديه هي كاس العالم، وفي النهايه كل دوله بتشوف الامكانيات والظروف بتاعتها علشان تسير على حسب ظروفها وعلى حسب الامكانيات اللي بتتوفر. جميل. هو الحقيقه مصر اخر كام سنه نجحت وبامتياز وبشهاده الكل في تنظيم كتير من فعاليات البطولات، كؤوس عالم في رياضات مختلفه، بطولات عالم في بطولات يعني في رياضات مختلفه. بنتمنى بقى ان تتوج هذه المجهودات بتنظيم مصر لدوره ما من دورات او نسخه ما من نسخ كاس العالم. احنا بنشكر حضرتك استاذ محمد جزيل الشكر على وجودك معانا. شكرا ليك.